ايضا دكتور ربان محمد عبد السلام داود نائب رئيس الاكاديميه العربيه للنقل البحريه. دكتور اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. مثلا وفي تسلسل زمني يوضحه الفريق اسامه ربيع ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى اليوم، طبعا هذا كنا بنتابعه من البيانات الرسميه، لكن توضيح خطه العمل بهذه التفاصيل، ابرز النقاط اللي حضرتك توقفت عندها. والحقيقه يعني الفريق اسامه ربيع اتكلم، تابعت يعني المؤتمر فعلا، واول يومين يعني كان صعب ان تحددي على طول ايه اللي هيتعمل، لكن هو بدات على خطه القصه، ويمكن هو ذكر ان الشركه الهولنديه برضه سميت يعني اقرت او يعني اتفقوا على نفس السيكونس اللي بيتعمل، فبدات الاجراءات تعمل، فبدا يظهر نتائج. قبليها كان صعب قوي ان هو يقدر يقول اي يعني يطلع اي بيان او اي حاجه، اللي هي موضوع على فكره صعب، يعني دي ممكن من اصعب المواقف اللي تعرضت لها قناه السويس او في اي مكان في العالم، لان يعني حتى قبل كده قناه السويس مراكب حصل لها مشاكل، لكن كانت طبعا هو طبعا هو واضح، لانه يعني المساله يعني حسب وزن السفينه، حسب عدد الحاويات، حسب العمق، وكل الارقام دي هو ذكرها حتى في المؤتمر، حسب كمان حاله الطقس، كل هذه الامور جعلت من المساله معقده اكثر وتحتاج للعمل. صحيح، وهي يعني احنا يعني قناة السويس يعني على طول بصراحه في توسعات وفي تعميق، يعني معظم كل سفن حاويات واكبر من السفن دي بتعدي منها، لكن هي ممكن تكون حصل ظروف زي ما هو قال ان مش هتحصل دلوقتي، لكن هي اكيد هتعرف بعد التحقيقات، لان ممكن تحصل ظروف في لحظه هي مثلا نفقد السيطره على السفينه، سواء عقب مفلس مكانها او في الدفه او يعني التوجيه بتاع السفينه، فممكن المركب ما تتجاوبش معاه وتتعرض للريح الشديد اللي كان حاصل، فظل يعني انا اتخيل ده اللي حصل، استعرضت زي ما احنا شايفين، طبعا هو اكبر من عرض القناه. نعم. فالمنظر اللي احنا شايفينه واحده من القناه من اليمين للشمال، يعني قفلت الممر الملاحي خالص يعني. طيب اعمال التكريك والشد والقطر وكل الاعمال اللي وضحها ايضا الفريق اسامه ربيع، وكل الجهد المبذول الان لتعويم السفينه، في تقدير حضرتك ما مدى اهميته، ما مدى الوقوف على كل عمل منفصل يعني، واهميته في تحريك السفينه مره اخرى؟ طبعا عشان بس الناس تتخيل الممر الملاحي بتاع السويس في جزء منه اللي متعمق لغايه 24 متر، ده اللي بتمشي فيه السفن. اما على جناب القناه الاعماق بتبقى 8 ل 10 متر. المركب دي عمقها تحت الميه 15 متر. فلما استعرضت المنظر اللي احنا شايفينه، فهي يعني مركب من قدام ومركب من ورا قعدوا يعني لمسوا القاع في الحتتين دول، بالاضافه ان المركب دخلت في الجانب الشرقي بعمق حوالي 5-6 متر، فده مشكله، ده يمكن دي اكبر مشكله انا شايفها، ان لازم الاول يحرر الجزء اللي قدام دوت عشان يقدر يتحرك. هو الجزء اللي ورا الحمد لله يعني بدا يبقى فيه مؤشرات كويسه، وفعلا انا اعرف ان المكنه جربوها واشتغلت والدفه اشتغلت، فاللي هو بيعمل دلوقتي عمليه تفريغ، هو ما يقدرش يقرب جامد قوي على فكره من المركب، لازم يبرر من بعيد شويه عشان يقدر المركب بعد كده يزقها بالاسرع او يعني يشدها ويقدر يسحبها في اعماق احسن ويقدر يلف المركب. فيبقى عندنا حاجتين، ان اطلع مقدم المركب اللي هو محشور دوت، وفي نفس الوقت اقلل الاعماق تحت السفينه، وهو زي ما ذكر انه لغايه دلوقتي 20,000 متر مكعب اتشالوا في الفتره دي. انا اتعشم يعني ان برضو انها تبقى عمليه ايجاب يعني. والخبراء الهولنديين في شركه سميت ذكروا انه الخطوات اللي بتسير عليها الهيئه الان هي خطوات سليمه وفي الطريق الصحيح لتعويم السفينه.
ما هو ده على فكره يعني ده دليل على ان الناس الفرنسيس ناس برضه محترفه وبتطبق التطبيق العلمي، لان اخر سيناريو اللي هو ذكره كابتن الفريق ده هيبقى اصعب سيناريو، اللي هي تخفيف الفرمولة ده مش عايزين نوصل له لانه صعب جدا جدا. طيب دكتور، عايز اسال حضرتك سؤال متعلق بالسفن والمتبقى او المنتظره، يعني وصل عددها زي ما الفريق قال الى 321 او 21 سفينه. هنا احنا بنتكلم عن خدمات لوجستيه بتقدم ليهم ايضا حسب التصريحات، بنتكلم كمان عن احتياجات او ما الذي من الممكن فعله من اجراءات هذه السفن في رايك؟ هي طبعا يعني انا سمعت شركه الفريق المركب اللي هي اللي شايله ماشيه، صحيح تم تنسيق مع وزاره الزراعه معاهم. طبعا لو في اي بقى حالات مثلا حد محتاج دقه، حد محتاج اكل، حد محتاج ميه، يعني ممكن الميه تبدا تخلص فيبقى ما يحتاج، فاعتقد القناه حتى يعني صحيح هتتواصل معاهم في الحاجات دي. هو اعلن انه بيتم بالفعل تقديم كل الخدمات اللوجستيه المتعلقه بهذه الامور، لان دول عملاء للقناه واكيد يعني في علاقه طويله. برضو انا يمكن بسمع في قنوات ثانيه او في يعني في فرضت موضوع اللي هي راس الرجاء صالح والناس بتتكلم عليه. صحيح، هذا كانت اسئله مطروحه حتى على الفريق في المؤتمر الصحفي. يعني هو الموضوع مش يعني انا مش هاخد القرار ده، انت متخيله مركب وطن بورسعيد عشان تروح مركب رجاء صالح، يعني ترجع كل الطريق صح الابيض صحيح وتلف كل ده وكل دي تكاليف. لا انا استنى يومين ان شاء الله، استنى اسبوع احسن لي واعدي من القناه. نعم، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور ربان محمد عبد السلام داود نائب رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري، شكرا جزيلا لك. أيضا الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الجولة من استوديو الآن.